معي من إربيل مراسل أخبار الآن وسام يوسف. وسام مساء الخير. طبعا نتحدث نحن عن تقدم بطيء للقوات العراقية بسبب الأخذ بعين الاعتبار دائما أرواح المدنيين. ما آخر ما وصلت إليه المعارك فيما يتعلق بجامع النوري؟ نعم ميسون، بما يتعلق بجامع النوري والمعارك في الموصل القديمة، اليوم نهارا لم تقم القوات العراقية استكمال الهجوم الذي بدأ يوم أمس، لأن الأجواء لم تساعد هذه القوات على التقدم، ولكن عناصر داعش قاموا بهجوم مباد عصر اليوم، ولكن سرعان ما أحبطت هذا الهجوم قوات الشرطة الاتحادية. تكبد تنظيم داعش في هجومه العديد من المقاتلين كقتلى، ولكن أود أن أشير إلى بعض المعلومات ميسون التي حصلت عليها أخبار الآن بشكل حصري عبر اتصالاتنا بالمدنيين الذين يسكنون أو يقطنون بالقرب من جامع النوري في الموصل القديمة. عناصر داعش أو مقاتلي داعش أخذوا بعض الاحتياطات لدخول القوات العراقية ليلة أمس. الليلة الماضية قام مقاتلو داعش بوضع ألواح من الصفيح في أزقة الموصل القديمة في محيط جامع النوري. ألواح من الصفيح كما يبدو أن مقاتلي داعش يتخوفون من إنزال القوات العراقية، وفي نفس الوقت ربما يكون هذا لكي يعيق حركة المدنيين في النزوح، كي ألواح الصفيح تثير ضجة أثناء المسير عليها. هذا ما سيعيق خروج المدنيين، وما سوف أيضا يعيق ربما تقدم القوات العراقية كون مقاتلي داعش متحفرين بين المدنيين بالمنازل. ايضا من الامور الاخرى التي وصلتنا من مصادرنا في هذه المنطقه موصل القديمه القاطنين انه للجمعه السادسه او للاسبوع السادس لم يتم اقامه صلاه في جامع النوري، جامع الكبير الذي يسميه اهل الموصل الجامع الكبير، للاسبوع السادس. وايضا عناصر داعش ظهر اليوم حضروا او دخل عدد من مقاتلي داعش الى داخل جامع النوري، ما يقارب العشر مقاتلين من مقاتلي داعش دخلوا الى جامع النوري لمده عده ساعات. المدنيين هناك متخوفون من ان يكون عناصر داعش او مقاتلي داعش قد فخخوا الجامع، هذا ما يشيرون اليه. نعم، اداء القوات مقاتلي داعش على الارض، كيف تتغير وتيره الاشتباكات التي يخوضونها منذ بدء هذه المعركه، معركه جامع النوري الذي يمثل رمزيه كبيره لهذا التنظيم؟ ما الذي تقوله لك القوات العراقية عندما تتحدثون عن هذا الموضوع؟ يستميت أكثر في القتال؟ ميسون، بما يخص مقاتلي داعش ودفاعهم عن هذه المنطقة تحديدا عن الموصل القديمة، هم دفاعهم يعتمد على التحصن بين المدنيين فقط. هم لا يقاتلون، ليس لديهم مطاولة في المقاومة كما كانت في بداية معارك الموصل. هم فقدوا هذه الروحية في الدفاع عن الأماكن التي يسيطرون عليها. معنويا هم منهارون جدا، هذا الشيء يمنعهم من الدفاع لفترة طويلة. هم يحاولون الفرار من أرض المعركة عادة، خاصة مع اشتداد المعارك، ولكن معركة الموصل القديمة ربما هناك شيء مختلف، أن قوات الجيش العراقي لا تستعمل أسلحة ثقيلة، هي تعتمد على الأسلحة الخفيفة. هذا ما سوف يطيل من أمد المعركة، وما سوف يجعل مقاتلي داعش يطولون في المقاومة في هذه الأماكن. نعم، أنا أشكرك جزيلا من إربيل مراسل أخبار الآن وسام يوسف.